الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعت لمقطع صغير رابع المدعو وسيم يوسف يطعن في هذا المقطع في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وينكر بكلام هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه هو قبل كده قال وصرح بها، قال أنا أشك بكل كتاب حتى البخاري ومسلم أشك فيهما. طيب، وطبعا الرجل بلاوي كثير جدا جدا جدا. البخاري ومسلم أجمعت الأمة على أنهما أصح كتابين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وأجمع العلماء على ذلك. والإنسان اللي بيطعن في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سنن أبي داود أو إلى آخره، المفروض يكون يطعن بدليل، ما يطعن ساكت يمشي يسرع حواج بينه، يعمل لك كريمات زي وسيم يوسف في وشه وزي المرأة، ويجي داير يسب ويطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبلاوي أكثر من كده، عنده بلاوي تانية، عنده موضوع الديانة، قال الإبراهيمية يعملوا جامع ومحل بتاع يهود، معبد يهود يعملوا معبد بتاع نصارى، قال في حوش واحد، وكل الأديان دي قال أديان واحدة. وده طبعا الكلام ده كلام خطير جدا، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. طيب، المهم هسه جاء اللي قال له وقال شبهة ده يطعن بها في السنة وينكر بها السنة كلها. وطبعا ده شغل أصلا، ده طريقة اليهود والمستشرقين في الطعن في دين الإسلام، الطريقة اللي بينتهجها وسيم يوسف دي. والغريب الحمد لله ربنا ريح من الأمة، لكن في البداية الناس ما كانوا عارفينه، أنه حاول يستقطب بالذات النساء والبنات ويتلطف معاهم، بل يغازل البنات كان في البرنامج بتاعه بتاع التلفزيون الإمارات ولا شنو ما عارف. فالخلاصة إنه الرجل ده رجل يعني ضال منحرف. المقطع جابه ده جاب حديث فيه رأيت ربي في صورة شاب أمرت، يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث ده اختلف أهل العلم في صحته. أول حاجة، أنت زي ما قالوا العلماء ثبت العرش ثم انقش، يعني حاجة هي ما ثبتت وقطع بصحتها ما ممكن تجيبها ودار تطعن بها في السنة. بعض أهل العلم قالوا صحيح زي الدارمي وغيره، وبعض أهل العلم قالوا ما صحيح، والصحيح إنه ما صحيح، والصحيح إنه ما صحيح. طيب، وده ده القول اللي نحن اتبين لنا يعني بعد طول بحث وطول عناء ما صحيح. لكن حتى العلماء اللي قالوا صحيح قالوا ده رؤيا منام، كان ده كان زي ما قال الذهبي، قال وهذه الرواية إن صحت فهي رؤيا منام. وقال السيوطي في الآلهة المصنوعة، قال هذه الرواية إن كانت رؤيا منام فلا إشكال. ليه؟ لأن رؤيا المنام في الغالب ما بتطابق الواقع. وهو طبعا هنا جاب شبهة، قال ورؤيا الأنبياء وحي، صح وحي، لكن ما وحي إنه رأى منظر معين لازم يكون نفس المنظر برا، لكن هي وحي. لكن ما قال النص إنه رؤيا الأنبياء وحي والصورة البتجي لازم تكون صورة برا، ودي الحول لبس بها على الناس، لا لا لا. طيب، فلأن ربنا قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فربنا لا يشبهه شيء وليس كمثله شيء. فقالوا دي الصححة، وقالوا دي رؤيا منام، ورؤيا المنام دي أصلا قد ما تشبه الواقع. ورد رؤيا نبي برضو في القرآن وما شابهت الواقع في كل جوانبه، هي تحققت لأنه وحي لكن ما شابهت الواقع، ودرت قوي جدا على وسيم يوسف في الشبهة الجابة دي، لأنه قال إني رأيت 11 كوكبا. يوسف عليه السلام هو نبي، ها نبي ولا ما نبي، ورؤيا وحي ولا ما وحي، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الشمس والقمر ديل أبو، هل أبو يوسف يعقوب عليه السلام وأمه بيشبه الشمس والقمر كده عديل من كل وجه؟ الجواب لا.
إذا مسألة رؤية الأنبياء وحي صحيحة، لكن ما معناته الذي رؤية في المنام يشبه الواقع من كل وحي من كل وجه، لكن حيتحقق رؤية النبي لكن ما بالضرورة تشابه الشيء الرآه في المنام يشابه الشيء في الحقيقة في الواقع من كل وجه. والآية دي رد لأنه أبو يوسف عليهما الصلاة والسلام وأمه ما بيشبه الشمس والقمر بالضبط كده، ولا إخوانه اللي قال عنهم 11 كوكبا بيشبه الكواكب بتاعت السماء والنجوم من كل وجه. إذا بطلت شبهة السفيه المدعو وسيم يوسف. فالعلماء اللي قالوا حديث صحيح قالوا رؤيا منام، ورؤيا المنام ما معناته ربنا يشبه كده. طيب لكن نحن بنقول الحديث ذاته ما صحيح، وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة وكذلك في مجموع الفتاوى أيضا قال وكل حديث، ده كلام ابن تيمية بمعناه، وكل حديث فيه ذكر الرب سبحانه وتعالى بأنه نزل عشية عرفة على جمل أورق أو في صورة شاب أمرد أو نحو ذلك فهو حديث باطل. فده كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والعلماء قالوا إذا لقيت موضع لعالم، عشان ما يجي يقول لك لا في موضع، هنا ابن تيمية قال صحيح في بيان تلبس الجهمية صحيح قال كده، وهنا في كتاب الاستقامة مجمع الفتاوى قال ما صحيح. فالعلماء حلوا الإشكال، الشيخ الفوزان حل الإشكال ده لما جاء فتوتين لشيخ الإسلام من مجموع الفتاوى، واحدة وافقت الدليل واحدة كانت اجتهد فيها وأخطأ. الشيخ الفوزان علق قال وكلام العالم فتوى العالم إذا كان عنده فتوى في مسألة صواب وفتوى تانية في نفس المسألة خطأ قال يؤخذ كلامه صواب الذي وافق الدليل. وابن تيمية رحمه الله عالم وشيخ الإسلام، لكن كل يؤخذ من قوله يرد إلى صاحب هذا القبر. لكن ابن تيمية رحمه الله هنا أصاب الحديثة، قال الحديثة باطل وما صحيح في مجموع الفتاوى وفي كتابه الاستقامة. إذن لا سبيل لوسيم يوسف الذي يغازل النساء جميعا على شاشات التلفاز، ولا يستحي من نفسه ولا يستحي على دينه. هذا الرجل السفيه بكل ما تحمله الكلمة من معنى يريد الآن بعد ما المغازلات والسفه اللي كان بيقوله في التلفزيون جرجع بعد ما خلاص الأضواء كلها انسحبت من أمامه والبساطات كلها انسحبت من تحت رجليه وأفل نجمه بفضل الله جل وعلا، جاء قال ده رسر تاني سب في الإسلام ويطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وشبهة ما عندها رجلين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.